السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم حابين نرجعوا للبيان او ترسيم مقابلتين وديتين للمنتخب الوطني المحلي بقياده مجيد بوقرة وجمال مصباح وابن حمو، لمقابلتين وديتين ضد كل من سوريا وبوروندي في الدوحه تحضيرا لكاس العرب التي سوف تقام في الدوحة القطرية. إذا المقابلة الأولى ضد المنتخب السوري يوم الخميس 26 أوت في الدوحة قطر، والمقابلة الثانية 29 أوت يوم الأحد أيضا في الدوحة في قطر ضد المنتخب البوروندي. إذا مقابلتين وديتين مهمتين لتحضير المنتخب الوطني المحلي لكأس العرب التي سوف تقام كما قلت في قطر. نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة والطاقم الفني الذي معه. موضوع اليوم صراحة أثار انتباهي أنه تصريحات وكلام مدرب منتخب غينيا الاستوائية. لكن قبل ما نتكلم على مدرب غينيا الاستوائية نرجع شوية بالذاكرة للقرعة نتاع كأس إفريقيا اللي جرات في الكاميرون. القرعة اللي جرات في الكاميرون، أول شيء حبينا نرجع فقط لخصوم منتخب الوطني في حالة تأهله إلى الدور ثم النهائي. لو يكون المرتبة الأولى للمنتخب الوطني رايح يواجه إما مصر أو نيجيريا، هذه الحسابات. ولو يكون المنتخب الوطني قدر الله في المرتبة الثانية راح يواجه إما مجموعة تاع تونس ولا مالي ولا بقية المنتخبات في مجموعة إما تاع تونس ولا مالي. احنا نقولوا تونس مالي هما المرشحين يعني نظرا للقوة نتاعهم، نفس الشيء مجموعة تاع نيجيريا ومصر. إذا المواجهات راح تكون صعبة. المنتخب الوطني لا خوف عليه، ماذا بينا نواجهوا منتخبات قوية باش تكون طريق كما قلت سهلة للحصول على كأس إفريقيا. نرجعوا للمدرب نتاع غينيا الاستوائية. لكن قبل ما نرجع المدرب نتاع غينيا الاستوائية، قناة ولا راديو فرنسا الدولي تكلم وصرح مدرب منتخب كوت ديفوار وأطلق تصريحات عقلانية ومنطقية. مدرب منتخب كوت ديفوار اللي هو باتريس بوميل، هذا هو مدرب مساعد لهارفي رونار لما كان في زامبيا ولما كان في كوت ديفوار. يعني باتريس بوميل هذا هو لادجوان تاع هارفي رونار، يعني واكتسب خبره بحكم احتكاكه بمنتخبات الافريقيه ومختلف المدارس الافريقيه. باتريس بوميل مدرب الفيلا الكوت ديفوار انتهى بنا المطاف بعملاق افريقي، يقصد به عملاق افريقي هو المنتخب الجزائري، يعني احترام وفريقين. ورغم هذا باتريس بوميل معروف في افريقيا، مدرب محترم، كان لاجوا كما قلت نتاع هارفي رونار، يعني مدرب عنده سي في مليح ويحترم المنتخب الجزائري وفريقين سيراليون وغينيا الاستوائيه اللذان احتل المركز الثاني مجموعتهما المؤهله. لدي الكثير من الاحترام لهذه الاختيارات، يعني للقرعه، انها مجموعه مرفوعه، من الواضح أن الجزائر هي المفضلة، يعني هي المرشح الأول، يعني سينتج عن ذلك مباريات قاسية، يعني مقابلات قوية ومريرة مع كرة القدم مختلفة تماما. لا أستطيع انتظار أن أكون هناك، سنسعد أنفسنا. هذا مدرب منتخب كوت ديفوار، كلام عقلاني محترم، كلام يعبر عن مدرب عنده سي في، مدرب محترم، مدرب يعرف شنو يدير، مدرب يحترم كل الخصوم واعطى قيمه للمنتخب الوطني. نروحوا لحبيبنا اخوان ميشا، اخوان ميشا هذا انا ما نعرفوش، ما نكذبش عليكم، هذا انا نعرف. جبت لكم اخي منتخب غينيا الاستوائيه خاوتي، قلت لكم فوالا كاين بعض اللاعبين يلعبوا ينشطوا في الدرجه الاولى الاسبانيه واعب ولا زوج، وكاين يلعب في اسمها ساسولو اوبيونغ، وكاين بعض اللاعبين اللي بيسكارا وكما قلت، ومعظم اللاعبين درجه ثالثه ورابعه اسبانيا بكثره. لماذا؟ لان هذه غينيا الاستوائيه هي محتله من قبل اسبانيا، يعني يتكلموا اللغه تاعهم هي الاسبانيه. اذا المدرب هذا ما نعرفوش، انا اخوان ميشا هذا ما نعرفوش، ما عندوش سي في كبير اصلا المنتخب هذا، يعني صراحه منتخب غينيا الاستوائيه استفاد فقط من قانون البهماس وجاب لاعبين
اللي ينشطوا في اوروبا او بوردين في اوروبا، لكن ما عندوش سي في، ما عندوش تاريخ كبير، ما عندوش حاجه. التاريخ اللي عنده هو كاس افريقيا نظمها في بلاده، هذاك ما كان، هذاك ما عنده. اذا خوان ميشا شوفوا واش يقول. انا مانيش نقول باللي متعمد مش متعمد، بصح انا نفهم حاجه واحده، يجب احترام الجزائر واحترام المنتخب الوطني. هذا منتخب الوطني بطل افريقيا، بالذراع عليك تحترمه مهما يكون. مدرب غيني الاستوائية، منذ مغامرتنا الرائعة في كأس إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية 2015 نصف النهائي، تعلمنا أن نكون حذرين للغاية، وقعنا في مجموعة قاسية، لكننا سنظهر ما نحن قادرون عليه. ستكون جميع الألعاب، يعني جميع المقابلات، مهمة جدا بالنسبة لنا، سوف نأخذهم جميعا على محمل الجد. هذه هي المرة الأولى بعيدا عن منشاتنا، يعني ملاعبنا للكان اللي داروها في بلادهم، الكان التي سنلعب فيها جماهيرنا، ستكون تجربه رائعه بالنسبه لنا. نحن نعرف كوت ديفوار جيدا، انه فريق قوي للغايه، لقد واجهناهم بالفعل عام في عام 2012 في ربع النهائي، لقد تفوقوا علينا، لكنها ستكون فرصه لنا للانتقام. سيراليون فريق متنامي يعني متطور، هنا وتكلم على كوت ديفوار عطاه قيمته، نقولوا سيدي معليش كوت ديفوار لعب معاه يعني سابقا وعنده سوابق معاه ولعب معاه وكذا وكذا، ما يهمناش. سيراليون ما ما يعني فريق صغير، فريق ضعيف، ماهوش. وقال معليش تذكرته باللي راه فريق متطور متنامي، معليش. ساعود الى البلاد للقاء المسؤولين عن كرة القدم لدينا، يعني راح يرجع لبلادهم ويتكلم مع المسؤولين تاعهم، وزير الرياضه نتاعهم وكذا ما يهمناش، ورئيس الاتحاديه نتاعهم. لن يكون هناك اي عذر اذا لم نستعد جيدا لكاس افريقيا 2021، يعني سنمنح انفسنا وسائل تاهل. يعني هنا وش يقصد؟ سنمنح انفسنا وسائل تاهل، يعني يعني وفر امكانيات لمنتخب تاع بلاده. صح السيد هذا اخوان ميشا هذا اللي ما نعرف، انا صراحه ما نعرفوش في عالم التدريب هذا، ما سمعتش به. اوكي مدرب كوت ديفوار قلنا لاجوان تاعي في نورو هيربي رونار ومعروف وعنده سي في متمرس في ادغال افريقيا. اوكي هذا المدرب والتصريح كاين، ماهوش كذبه، ماهوش تاع مواقع كما يقولوا قولوا قولوا قالوا قالوا قال كما بعض ساعه ساعه يلوحوا لنا الاشاعات. انا دخلت اكدت راديو فرنسا الدولي، راديو فرنسا الدولي ما فيهاش يعني هف، مصدر يقول باللي كوت ديفوار لعبنا معاه ولازم ندخل في الثار ودرنا ودرنا ودرنا. اوكي ويقول ايضا سيراليون منتخب متنامي، وجزائر وراحت لهذه الدرجه تنساها، مستحيل مستحيل تنساها. احنا رحنا الكاس افريقيا 2019 في ثوب ماناش مرشحين لنا باش ندو كاس افريقيا، ما عندناش ثوب المرشح، ويعرفونا الفرق ويحترمونا، مناش رانا رايحين بصيفتنا مرشحين دو كاس افريقيا في 2019 جل، يعني اقصى حد ربع نهائي نصف النهائي اقصى حد، وبعدها دينا كاس افريقيا سلسله انتصارات ماتش ورا ماتش، بخسرنا حتى ماتش سلسله انتصارات. لعبنا مع المكسيك تعادل ب10 لاعبين، مع كولومبيا بثلاثيه بطل افريقيا. هذا ما تعرفوش، الى ما تعرفوش انك باللي تحبس كره القدم في الافريق، ما تعرفش الجزائر باللي راهي بطل افريقيا وباللي راهي ربحه 27 ماتش، انا باللي تحبس كره القدم، ما تزيدش تهضر على كره القدم خلاص. الى ما تعمد هذه حاجه اخرى، هذه حاجه اخرى. علاش تكره الجزائر؟ ما فهمتش انايا، علاش تكره الجزائر؟ علاش تكره الجزائر؟ ماكش باغي تهضم باللي الجزائر بطل افريقيا؟ ماكش باغي تهضم باللي الجزائر شامبيون دافريك 27 مقابله فوز ورا فوز؟ مش باغي تهضم باللي الجزائر في 2014 احرجت بطل العالم اسمه المانيا؟ علاه ما فهمتش انا هذه الافارقه، اسكو مازالوا كاين افارقه الكراهيه للدرجه هذه؟ بالعكس الجزائر شرفت افريقيا. صراحه هذا المدرب خلاني مش ننفعل ولا لا، ما زلت نظن يعني كاين ناس بالطريقه هذه يكرهوا الجزائر هذه، ما وما كاش منها اللي يقول لي هم ساعه هم ساعه كون ساعه عند سيراليون كوت ديفوار سيدي نقولوا معليش عنده سوابق معاه، وسيراليون على ما نساهاش، على ما تجاهلهاش، تجاهل بطل افريقيا
تتجاهل بطل افريقيا مش نورمال هذه. بطل افريقيا الدرك ما شفتوش، بطل افريقيا 27 مقابله فوز ورا فوز ما كاش خساره، و27 مقابله ما كاش خساره، هذا تنساه؟ لا مش للدرجه هذه، ماشي للدرجه هذه، نكونوا عاقلين. اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني في الاخير متقارنه مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.